احنا بغينا نسلموا على استاذ اشرف زكي. ايوه اش اخباره؟ الحمد لله كويس. ما جاش معاك هذه المره؟ ما جاش معايا لانه عنده خلاص اختبارات القبول في معهد فنون مسرحيه فما عرفش يجي. الحقيقه انا المره دي معايا القمر بتاعي مايا. مايا اللي كتدرس اخراج. اخراج كنسولها في الكواليس كنقول لها واش انت اللي اختارتي ولا نتوما اللي اختارتوا؟ قالت لي لا انا اللي اختارت. هي اللي اختارت ولكن كان اثرتوا عليها شويه. لا خالص عمري ما قصرت علي. انا كان نفسي تطلع ممثله. يعني قعدت كتير قوي اكلمها في الموضوع ده انه ممثله. قالت لي انا ما بحبش التمثيل وما بحبش ابقى قدام الكاميرا، انا دايما بحب ابقى ورا الكاميرا. فالحمد لله ربنا اكرمها انه اختارت بسرعه وقررت دخلت معهد سينما. من اول سنه اشتغلت مع استاذ رامي امام، يعني هي اخر ثلاث مسلسلات لاستاذ عادل امام هي مساعده رامي امام. والحقيقه بشهاده كل الناس انها شاطره جدا ممتازه، وكلهم لما بيشوفوها يقولوا لي كاننا بنشوفك نفس شخصيتك. فالحمد لله مع انها بتكره شخصيتي جدا. علاش؟ هي بتشوف ان انا رومانسيه جدا، ان انا خياليه جدا، ان انا ما بعرفش اخد حقي من الحياه، ان انا طيبه بزياده. بس عايزه اقول لك على حاجه، دايما البنت بتكره كل التفاصيل شخصيه امها وفي النهايه بتبقى زي امها كربونه، فهي زي برضو. واخا كتكره هذوك التفاصيل الزوينه اللي في الشخصيه ديالك، هي حتى هي بحالك طيبه الحمد لله.